السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله طلابنا الأعزاء، طلاب مقرر حياة 102 لمقرر مستوى الأول الثانوي. عنواننا اليوم بدرس تاريخ التصنيف. أهدافنا لحصة اليوم راح نلخصها لكم بما يلي: راح نتعرف على تاريخ أو يعرف الطالب التصنيف بالاستعانة بالكتاب المدرسي، وراح نفسر كيف صنف أرسطو المخلوقات الحية، وراح ناخذ هدف ثالث أن ينتقد الطالب تصنيف أرسطو بالاستعانة بالكتاب المدرسي. نلاحظ هني مع بعض، لما أقول كلمة تصنيف ما المقصود بكلمة تصنيف؟ التصنيف هو عملية وضع الأشياء أو وضع المخلوقات الحية في مجموعات خاصة. احنا حاطين هذه المخلوقات الحية في مجموعات خاصة بناء على ماذا؟ بناء على مجموعة من الخصائص، وبكذي تم تأسيس علم جديد يندرج ضمن علوم الأحياء وهو علم التصنيف. فعلم التصنيف هو أحد فروع علم الأحياء، يختص أو يهتم بتعريف الأنواع وتسميتها وتصنيفها، راح يهتم بتعريف الأنواع هذه كلها ويصنفها بناء على صفاتها وعلاقتها الطبيعية بين بعضها. فالتصنيف يسهل لنا عدد من الأمور. أول شيء راح يسهل فهمها والعثور عليها، راح يصير هناك تواصل علمي وتبادل للمعلومات المتعلقة بالمخلوقات الحية، ويكون أسهل عندما تصنف في مجموعات. نروح إلى عالم فيلسوف هو أرسطو. هو أرسطو تكلم عن تصنيف المخلوقات الحية وحاط نظرية بسيطة وفكرة، قال إنه والله راح نقسم المخلوقات الحية إلى قسمين. المخلوقات الحية راح تكون مثلا عندنا حيوانات، قال المخلوقات الحية هي حيوان وممكن تكون نبات. الحيوانات ليش قلنا حيوانات؟ بناء أو صنفها حسب وجود الدم الأحمر وحسب بيئتها وحسب شكلها، وقال إن في حيوان إن في نباتات حسب حجم النبات وتركيب النبات. رغم أن نظام أرسطو كان مفيدا من حيث التنظيم، إلا أن هناك إلا أنه كان قاصرا في جوانب عدة، أذكر هذه جوانب القصور. نلاحظ مع بعض ان القصور اللي كان في نظام أرسطو ان نظامه كان محدود على مخلوقات حية، لم يشمل كل المخلوقات الحية، واستخدم بعض الأسس البسيطة مثل ما قلنا وجود الدم الأحمر وغيابه. هناك العديد من المخلوقات الحية لم تجد لها مكان في نظام، يعني الطيور التي لا تطير لم تجد لها مكان في نظام أرسطو. الضفدع الذي يعيش في البر والماء، يعني هي البرمائيات، مثل هذه المخلوقات الحية ما قدرت أو ما قدر أرسطو أنه يصنفها من ضمن تصنيفه. فبالنسبة للنباتات، قال النباتات على ثلاث مستويات، في من عندهم أعشاب، وصنف من عندنا شجيرات، وقال والله في أشجار. أعشاب المثل خلينا نقول مثل عندنا إكليل الجبل، شجيرات نقول التين الشوكي، أشجار مثل النخيل والبلوط. تصنيف أرسطو للحيوانات، قال والله في حيوانات بتعيش على اليابسة مثل القطة أو الدب، تعيش في الماء كالدلفين، وممكن تعيش في الهواء مثل البوم الخفافيش والغراب. نشوف هني بعدها لنا فيلسوف آخر لينيس، فقال لينيس أو وسع العالم السويدي اللي هو لينيس في القرن 18، قال إنه والله أنا بوسع شوي في نظام أرسطو، وقال اعتمد لينيس في نظامه مثل ما اعتمد على أرسطو، اعتمد على شكل المخلوق الحي، اعتمد على السلوك وعلى البيئة التي تعيش فيها. مهم على نركز على هذا النقاط. مثال قال والله الطيور احنا راح نقسمها الى ثلاث مجموعات بناء على سلوكها
والبيئة اللي تعيش فيها، وقال عندنا والله ممكن طيور مفترسة مثل النسر، وقال في طيور راح تعيش في الماء مثل المالك المالك الحزين، وقال في هناك طيور جاثمة مثل طائر الأرز. إذن علم التصنيف هو أحد فروع علم الأحياء، يهتم بتصنيف الأنواع وتسميتها وتصنيفها بناء على تفاعلها مع في الطبيعة. بكذي ننتقل إلى مفهوم مهم وأساسي في علم الأحياء، وهو مفهوم التسمية الثنائية. شو تقول هذه المفاهيم الخاصة بالتسمية الثنائية؟ نظام لينياس مميز عن أرسطو أنه استخدم التسمية الثنائية. طيب التسمية الثنائية، طبعا تعطي التسمية الثنائية كل نوع اسم علمي مكون من جزئين، الجنس والنوع. كيف يعني؟ يعني المخلوقات الحية راح نسميها بشقين، احد الشقوق هو خاص بالجنس والشق الاخر خاص بالنوع. واستخدم اللغة اللاتينية في التسمية لانها كانت لغة العلم والعلماء. سؤال فسر، يستخدم العلماء التسمية الثنائية للأنواع؟ نشوف الإجابة. الهدف من استخدام التسمية الثنائية منع حدوث اللبس، يعني نمنع حدوث أي خطأ في استخدام الأسماء الشائعة والعامية، وتفادي سوء الفهم التي تقود إليه الأسماء العلمية الشائعة، ولسهولة تحديد المخلوق الحي. قواعد كتابة الاسم العلمي، شلون نكتب الاسم العلمي؟ نشوف أحد الطيور المعروفة عندنا في مملكة البحرين هو طائر القوبعة. الاسم العلمي لاحظ أنه مكون من شقين، الشق الأول والشق الثاني. فيقول لك هنا من قواعد كتابة الاسم العلمي أنه يكتب الحرف الأول من اسم الجنس حرف كبيرا أو كابيتال لتر. فنلاحظ هنا هذا هو اسم الجنس، ولازم يقلنا يتميز انه هو كابيتال لتر. وايضا يكتب الاسم العلم بقية الحروف تكون بنمط سمول لتر. طبعا احنا لما نكتب اسم علمي في كتاب مطبوع او في مجلة لازم يكون بالخط، هناك ميلان في الخط. إذا أنت كتبت الاسم العلمي بخط يدك لازم تحط خط تحت كل أجزائه. يعني مثلا لو أنا كتبت الاسم العلمي والله بكتب نحط مثال هني، راح أمسح هذه الجزئية. مثلا أفرض أن هذا الاسم العلمي أنا كتبته بخط يدي، الشرط الأول أن أنا راح أكتب بشنو؟ أول حرف كابيتال لتر. كتبت كابيتال لتر، بقية كلها سمول لتر، بعدها أحط خط تحت الجنس وخط تحت النوع. بعد أن يكتب الاسم العلمي كاملا في المرة الأولى فإن عنده ظهوره في المرات التالية يمكن اختصاره. شلون راح اختصر؟ يعني راح أحط أول حرف شنو عندنا من طائر القوبعة، هو بقول والله سي كابيتال، بعدين بحط دوتس وبحط أسماء اللي هو أو حروف اسم النوع. وبهذه الطريقة نكون احنا حققنا أساس كتابة الاسم العلمي. كما هو واضح، أوضح لكم هذه الفكرة، إن لو نحطه إن نحط مثل ما وضحت لكم سي كابيتال دوت وبعدين بقية اسم النوع. مستويات التصنيف، الحين احنا راح مهم نتكلم على مستويات التصنيف. العلماء رتبوهم الى مجموعات وخصائص محددة، وقالوا ان في فئات، قالوا والله عندنا ممكن تكون مصنف. المصنف هو المجموعة اللي راح هو مجموع المخلوقات الحية اللي اخذت اسم. طبعا هناك في خصائص واسعة لهذه الانواع، وفي شيء اسمه عندنا نوع، وفي شيء اسمه جنس. مهم نعرف الفرق ما بينهم. النوع مجموعة المخلوقات الحية المتشابهة في الشكل والتركيب وقادرة على التزاوج فيما بينها،
وتقدر تكون نسل جديد وخصب حسب الظروف البيئية. إذا مهم النوع، مخلوقات حية تشترك في الشكل والتركيب وقادرة على التكاثر والتزاوج. الجنس، مهم نعرف الفرق ما بين النوع والجنس. الجنس هي مجموعة من الأنواع الأكثر ترابط والأكثر تشابه، ويشتركون كلهم في أصل واحد. مهم ننطلق إلى شيء احنا لازم ما ننساه طول ما احنا ندرس علوم الأحياء. عندنا هذا الجدول، هذا الجدول أو الهرم التصنيف للمخلوقات الحية. نبدأ بالأكثر شمول اللي هو في القاعدة، قاعدة الهرم اللي هو فوق المملكة. لو بنمثل كيف نصنف الدب الأسيوي أو الدب الأمريكي الأسود، بنقول أول شيء هو فوق المملكة حقيقية النواة. المملكة هي أقل شمول من المملكة، من فوق المملكة، ونقول والله هو من الحيوانات. الشعبة، بعدين بنقول نهوة حبليات. الطائفة، الثدييات. الرتبة، 5. آكلات اللحوم، 6. الفصيلة من الدببة. الجنس ماله هو الدب، لكن نوعه هني حددنا وخصصنا انه هو ممكن يكون الدب الامريكي الاسود او الدب الاسيوي الاسود. لاحظ ان احنا كل ما صعدنا الى قمة الهرم كل ما كان هناك اقل شمول. نشوف هني كما وضحنا لكم، نحط لكم الصور. هذه صور اللي هي الحيوانات اللي صنفناها من شوية، قلنا والله عندنا الدب الأسيوي الأمريكي، الدب الأمريكي الأسود والدب الأسيوي الأسود. هذا لين كلهم ينتمون إلى نفس الجنس. لماذا؟ لأن مثل ما قلنا لما درسوها شافوا عندهم جماجم ضخمة وتراكيب أسنانهم متشابهة، على عكس الدب الكسلان اللي هو أصغر حجماً وجمجمته شوية مختلفة عن هذه المخلوقات الحية، وعنده أنياب صغيرة منهم. أتمنى أني سهلت عليكم علم التصنيف، ونراكم إن شاء الله في الدرس القادم.